صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من انضم إلينا، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نتمنى أن تحقق آمالكم وأحلامكم وطموحاتكم التي تسعون إليها من خلال الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي، والتي تقدم لكم برنامج صحة وسعادة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة الجميلة إذاعة نور دبي. مستمعينا، برنامج صحة وسعادة كما ذكرنا آنفا هو برنامج تفتح أبوابه هيئة الصحة لاستقبال يعني آراءكم ملاحظاتكم، وأيضا إذا كانت هنالك بعض الأمور التي تسعون لتطويرها في الخدمات الصحية بوجه عام في إمارة دبي، وبالتحديد أيضا بالنسبة للمرافق الخاصة والتابعة بهيئة الصحة بدبي من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز متخصصة. أطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، ومن طاقم الإعداد بقسم الإعلام بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا، كما عودناكم دائما يعني نبتدأ حلقاتنا بأخبار منوعة من وكالات الأنباء. اليوم ما نتكلم عن خبر طالعتنا في وكالات الأنباء يقول أقراص من الجلد البيولوجي تساعد في علاج قرحة المعدة. الخبر يقول توصل فريق علمي في جامعة روسية إلى ابتكار أقراص مادتها الأساسية الجلد الصناعي البيولوجي لعلاج قرحة المعدة. يقول الفريق العلمي أن الجلد الصناعي الذي أساسه حمض الهيلارونيك أثبت فعاليته عند استخدامه في علاج الجلد بعد الحروق والتقرحات الجلدية وغيرها من الجروح التي يتعرض لها جلد الإنسان. ويؤكد الفريق أنه تمكن من ابتكار جلد مماثل تماما للجلد البشري الطبيعي، ويمتاز الجلد الجديد المسمى بـ G-Dream بخواص التصاق عالية أصبح بالإمكان بفضلها استخدامه في علاج قرحة المعدة والاثني عشر. وحسب قول الفريق العلمي ستبدأ الاختبارات السريرية لهذه المادة خلال العام الجاري في 2016، وذلك بعد نجاح اختبارها على القوارض المخبرية خلال السنة الماضية. عموما هذا الخبر اللي نحن طرحناه، مننتقل من خلال يعني هذا الاتصال وهذه المداخلة للعيادة الذكية التي تنعقد حاليا في هيئة الصحة بدبي، والتي تتناول اليوم وتناقش كل ما هو متعلق بأمراض الجهاز الهضمي بما فيها أمراض المعدة، حيث تتواصل العيادة مباشرة مع جمهور المتعاملين وأفراد المجتمع بشكل عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرد على التساؤلات والاستفسارات بشكل علمي دقيق. يسعدنا حقيقة أن نستضيف معنا عبر الهاتف أعزائي المستمعين الدكتور ياسر كمال موسى راشد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد للأطفال بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعدك دكتور. إذا ما منتحدث يعني عن المواضيع اللي بتناقشونها اليوم في العيادة الذكية بشكل عام، فياليت تخبرنا عنها. والله حضرتك احنا النهاردة بإذن الله هنناقش مواضيع أمراض الجهاز الهضمي، وزي ما حضراتكم عارفين جميعا يعني ان أمراض الجهاز الهضمي بيشتمل على القناة الهضمية وملحقاتها. القناة الهضمية بتشمل من القناة الهضمية من أول الفم مرورا بالبلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة، ثم الأمعاء الغليظة، والملحقات بتشمل حضرتك الكبد والبنكرياس. ممتاز. فحنا إن شاء الله هنناقش كل الأمراض يعني الأمراض المتعلقة بالقناة الهضمية وملحقاتها خصوصا أمراض المعدة.
طيب دكتور، أنا بس حاب أذكر المستمعين بالتواصل مع هذه العيادة من خلال حسابات هيئة الصحة اللي هي DHA_Dubai، سواء على شو اسمه، على 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 تويتر أو على انستغرام أو من خلال الوسم أو الهاشتاج العيادة الذكية. طيب دكتور، بما أننا نحن نتحدث عن الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال، يا ليت تحدثنا بشكل سريع عن أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال، مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد للأطفال. والله حضرتك يعني بالنسبة لإحنا هيئة الصحة بدبي، الحقيقة بتقدم خدمات عظيمة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد في الأطفال لم تكن متوفرة من قبل. فمثلا الخدمات العلاجية لكل أمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس للأطفال متوفرة طبعا في مستشفى هيئة الصحة بدبي، خصوصا مستشفى دبي. في بعض الخدمات حضرتك تم تقديمها حديثا مؤخرا لم تكن مقدمة من قبل. مثلا حضرتك تعرف مشكلة ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة، يعني أطفال يبتلعون مثلا باتري كوين، الحقيقة ديت ما كانتش الإجراءات العلاجية، المنظار العلاجي ما كانش بينفذ قبل كده. الحمد لله قدرنا بقالنا 2.5 سنة بنعملها في مستشفى دبي. أمراض برضو حضرتك ما كانتش بتتعمل اللي هي حقن دوالي المريء والمعدة للأطفال، برضو لم تكن متوفرة، الحمد لله بدأنا نعملها من 2.5 سنة في مستشفى دبي. علاوة على ذلك علاج كل أمراض الجهاز الهضمي الحمد لله اللي لها علاج، المتوفرة حاليا في مستشفيات هيئة الصحة، علاوة على متابعة الأطفال بعد عمليات زراعة الكبد الكبرى اللي بيتم إجراءها في الخارج، احنا بنتابعهم قبل وبعد عملية الزراعة وبنحقق نتائج الحمد لله مرضية جدا مقارنة بالنتائج العالمية. ممتاز، إنجازات جميلة دكتور. يعني في ختام هذا اللقاء، هل من كلمة تبغي توجهها لأولياء الأمور، تبغي توجهها للجمهور؟ تفضل. يا ريت حضرتك، لأن احنا فعلا بتواجهنا مشكلة كبيرة تقريبا يوميا دلوقتي، احنا بيصلنا حالات اللي هي ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة سواء بتكون في المريء أو في المعدة. بعض المواد دي زي ما قلت لحضرتك قبل كده ممكن تكون مؤذية جدا، زي المواد الحادة، زي مثلا طفل يبلع مثلا مسمار أو دبوس. بعض المواد الكيميائية زي البتري بتاعة الألعاب الأطفال، الحاجات دي كلها ممكن تأذي الجهاز الهضمي وممكن تتسبب في يعني إتلاف لجدار الجهاز الهضمي، احنا بنقول عليها ممكن تعمل برفوريشن، تعمل مشاكل قوية جدا. احنا الحمد لله وبفضل الله وتوفيقه احنا بنقوم بعمل اجراءات المنظار الضروري في الوقت المناسب وبنشيلها، بس احنا كمان لازم نوعي الاهالي ونوعي ابنائنا ان احنا ما يجبش ان احنا نعرضهم او نسيبهم نتركهم ان هم ممكن يبتلعوا، لان زي ما بقول لحضرتك الحكايه دي تقريبا احنا بيجي لنا يوميا حاله او اكثر في مستشفى دبي. فياريت توعية الأبناء والآباء واللي يبعدوا المواد الخطرة دي عن متناول أيدي الأطفال. طبعا دكتور، يعني أنا أتصور مثل هذه الحالات هي تقع على عاتق الأبوين بشكل كبير، عدم أهمال الأطفال في أي لحظة من اللحظات، لأن في النهاية الطفل لا يدرك ما في يده. أيضا دكتور، بالنسبة للألعاب التي تزود فيها الأطفال، يعني هل هنالك بعض الاشتراطات التي دائما ما تقومون بتوجيهها للأسرة؟ أشكر حضرتك على السؤال، الحقيقة يعني السؤال ممتاز ذكاء، لأننا فعلا يعني أحد التوصيات العالمية وإحنا نشرين بحث في المجال ده بنقول إن اللعب الأطفال لازم تكون المحتويات الخاصة بالبطارية أو الجزء اللي يحتوي على البطارية لازم يكون من الصعب على الطفل أن يتم فتحه بسهولة، ودي بقت اشتراطات دولية دلوقتي في معظم ألعاب الأطفال. جميل، وهناك الكثير من اشتراطات السلامة طبعاً. كذلك يمكن طبعا مواد طبعا مضرة، مش عارف الحاجات دي كلها طبعا لازم أن هي
تكون بعيدة، يعني من الصعب على 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 الطفل انه يعني انه يوصل لها. وكمان لازم نحط المواد اللي الالعاب دي من المواد ما تكونش كمان مضره في حاله اللمسه او في حاله صحيح الالعاب السيئه بها من الاطفال. جميل. الدكتور ياسر كمال موسى راشد استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد للاطفال بهيئه الصحه في دبي، نحن شاكرين لك هذه المداخله وشاكرين لك وقتك اللي اخذناه من العياده الذكيه، وندعو أيضا الجمهور المستمعين أن يتواصلون معاكم من خلال حسابات هيئة الصحة في دبي اللي هي DHA_Dubai على تويتر وإنستغرام، وأيضا اللي يبغي يشوف العيادة الذكية صوت وصورة ممكن من خلال حساب هيئة الصحة على برنامج البريسكوب، هنالك نقل مباشر لهذه العيادة ولكل تفاصيلها اللي حاب يتعرف على معلومات أكثر عن هذا الموضوع. لكن يا جماعة الخير نقولكم عقب برنامجنا طبعا لسيرونا الحينة، نحن نوقف معاكم فاصل وبعدها ما نرجع لكم. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا إذاعة نور دبي. حقيقة مستمعينا الموضوع الذي سوف نطرحه الآن يعني نتمنى منكم التفاعل من خلاله، هو موضوع مهم جدا، لكن قبل ذلك دعوني يعني أذكر لكم بعض التحذيرات من بعض العلماء الأمريكيين من أن الشعور بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر تعرض الشخص لأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان. وقال العلماء أن الافتقار إلى شبكة الأصدقاء أو العائلة أمر خطير جدا على الصحة، مثله مثل عدم ممارسة أي نشاط بدني في سن الشباب. مرض السكري في سن الشيخوخة طبقا لأحدث البحوث العلمية في هذا الصدد أيضا يدخل في هذا المجال، مجال الافتقار إلى شبكة الأصدقاء أو العائلة. اختبر علماء من جامعة نورث كارولينا الصلة بين العلاقات الاجتماعية والصحة عبر كل مراحل الحياة، وتأكدوا من أن مستوى العلاقات الضعيفة في السنوات الأصغر سنا يمكن أن تزيد من خطر الالتهابات المزمنة بنفس معدل عدم ممارسة الرياضة. من هنا مستمعين تأتي أهمية الصحة النفسية وعدم التقليل من أعراض الأمراض المختلفة المرتبطة بها، وأيضا هيئة الصحة أولت هذا الجانب اهتمام كبير. لذلك يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور محمد فائق استشاري الأمراض النفسية بمستشفى راشد، حياك الله معنا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. شكرا جزيلا على تواجدك معنا دكتور، واليوم نفتح هذا الموضوع الذي أعتقد أنه موضوع مهم جدا يهم الجميع، جميع من يسمعنا وأيضا مختلف فئات المجتمع بأعمارها. دكتور في البداية خلنا قبل نتطرق للخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مجال الصحة النفسية، يا ترى ما هو مفهوم الصحة النفسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مفهوم الصحة النفسية بوجه عام هو حالة التوافق النفسي بين الشخص وذاته ومجتمع، وهذه الحالة من التوافق التي تؤدي به إلى الشعور العام بالسعادة، وتلك السعادة هي التي نبغي تحقيقها تؤدي إلى هذا الشخص إلى الإبداع، أولا تحقيق ذاته، ثانيا الاستغلال الكامل لقدراته وإمكانياته، وبالتالي تحقيق مجتمع متقدم ومتطور. وهذا جزء يعني لا يتجزأ من الصحة العامة ومنظور الصحة العامة، فلا توجد صحة بدون صحة نفسية، وهذه رؤية حتى هي رؤية هيئة صحة دبي من توفير مجتمع صحي سعيد وآمن. طبعا هذه الرؤية منبثقة أيضا من حكومة دبي ومن يعني الرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، رعاه الله بأن يكون هذا المجتمع سعيد. نعم، ونحن نأخذ التوجيهات صاحب السمو أمام أعيننا، لأن هذه هي فعلا
جميع التوجيهات الدولية وتقول أن لتحقيق التطور في المجتمع لابد أن يتحقق سعادة الفرد. صحيح. التي من خلالها تبنى الحضارات. ولهذا أصبحت الصحة النفسية هي لها دور كبير في العالم، ولهذا إحنا أخذنا هنا مأخذ الجد والتطبيق العملي. ويوجد حتى في العالم كله هناك أسبوع للاحتفال بالصحة النفسية. صحيح. ويكون غالبا يأخذ في أكتوبر من كل عام. نعم. وتقوم هيئة الصحة وقسم الطب النفسي في مستشفى راشد بالمشاركة في هذا الأسبوع العالمي بحملة كبيرة جدا للتوعية. نعم. والتي يقوم يشترك فيها جميع أفراد القسم حقيقة، من أطباء ومن أخصائيين اجتماعيين وممرضين، ويتوجهوا إلى كافة المراكز الحكومية وحتى الخاصة في الدولة والمدارس والمولات لنشر الوعي بالصحة النفسية. طيب دكتور، تحدث عن الجهود التي تقدم من خلال قسم الطب النفسي بمستشفى راشد، ولكن الخدمات التي تقدمونها في هذا القسم، يا ترى ما هي الخدمات التي تقدم من خلال قسم الصحة الطب النفسي أو الصحة النفسية في؟ نعم، هي الخدمات الحقيقة خدمات متعددة. نعم. نضع في عيوننا أن المرضى النفسيين يراجعون العيادات الخارجية، وبعض الحالات الأمراض النفسية قد تكون مستعصية وتستدعي العلاج والتنويم الداخلي. نعم. فقسم الطب النفسي في مستشفى راشد والحمد لله لديه أولا قسم للتنويم الداخلي للذكور والإناث. نعم. وأيضا توجد عيادة خارجية مفتوحة للجمهور، وهذه العيادة نراجع فيها كافة الأمراض النفسية. ويوجد أيضا قسم للعلاج النفسي، العلاج مع المتخصصين النفسيين. وهذا طبعا مختلف عن العلاج الاستشاري للطب النفسي، فهناك العلاج النفسي أيضا. وأيضا يوجد الطب النفسي المجتمعي، وهو مخصص للأمراض النفسية المستعصية والحادة، والتي يصعب حتى للأهل متابعة هؤلاء المرضى، فيذهب فريق من قسم الطب النفسي لمتابعتهم في منازله، وذلك للتسهيل عليهم وللتسهيل على أهلهم. بالإضافة أيضا إلى الآن هيئة الصحة أفردت قسم آخر لأمراض الأطفال في مستشفى الجليلة. كل هذه هي منظومة كاملة للتعاون ولعلاج المرضى النفسيين في الإمارة. نعم دكتور، أنا هني بتطرق معاك إلى يعني الرؤية التي دائما ما المجتمع ينظر إليها من خلال الأقسام الخاصة بالأمراض النفسية، من باب أن يعني المريض النفسي دائما يعني يوصم بوصمة عار، هذا اللي يذهب بشكل أو بآخر إلى مثل هذه الأقسام. يا ترى هل هذه الرؤية من قبل المجتمع لمثل هذه الأمراض صحيحة؟ إذا ما كانت صحيحة، شو دوركم في تغيير مثل هذه الرؤية؟ وكيف ممكن نحن نغير المفهوم اللي عند المجتمع في يعني الذهاب إلى المعالج النفسي؟ نعم. أولا أشكرك على هذه النقطة، لأنها هي فعلا حقيقة هي نقطة فارقة بالنسبة للمريض النفسي والمرض النفسي بوجه عام. نرجع أخيرا إلى دائما الكلمة التي أقولها، أن المخ هو عضو من أعضاء جسم الإنسان، وهذا العضو يمرض مثل باقي الأعضاء. والمرض مرض شيء موجود في كل أعضاء الجسم، لا يعرف كبير ولا صغير ولا يعرف غني ولا فقير. بالضبط. وبالتالي لابد أن نعرف أن هذا شيء من أنه لابد من علاجه. نعم. فإنني دائما أتوجه إلى الجمهور وأقول من حق كل شخص أن يكون سعيد. صحيح. فلهذا لابد أن إنسان يراجع نفسه ويصارح نفسه، من حقي أن أكون سعيد.
والحمد لله رب العالمين في مجتمع مثل مجتمع الإمارات وحكومة الإمارات وكل ما هو موفر لسعادة هذا الشخص. فإذا أنا غير سعيد فهناك إذن شيء ما خطأ. فلابد من هنا من استشارة الطبيب النفسي، من استشارة المعالج النفسي، ورؤية ما هو هذا الخطأ، في أن هناك أشياء كثيرة جدا قد تسبب هذا الشعور. مرض الاكتئاب مثلا، مرض الاكتئاب جزء كبير منه بدون سبب معروف، بنسميه internal cause، يعني يكون هناك سبب وراثي جيني بدون أي سبب خارجي. فلابد إذن ويكون نتيجة لأثبتت الفحوصات العلمية والدراسات الأبحاث العلمية نتيجة اختلال في بعض الهرمونات في المخ. ولهذا لابد أن يلجأ المريض إلى الاستشارة وإلى المراجعة. وحتى في حديثنا السابق لهذا الحوار سألتني عن متى يكون أفضل وقت، ولكن هو أقول أنه أفضل وقت المبكر، التبكير. التبكير في المراجعة أفضل من التأخير فيها، لأن كأي مرض آخر، سبحان الله، كأي مرض آخر هناك مضاعفات كثيرة. صحيح. مرض السكري مثلا، ولهذا تبذل الدولة وتبذل هيئة الصحة جهود كبيرة جدا للكشف المبكر عنه، لأن إذا اكتشف مبكرا وتم علاجه مبكرا فإننا سوف نستغني عن كل الأعراض الجانبية الأخرى، كذلك الاكتئاب. نعم دكتور، أنا بتناول هذه الأمور بالتفصيل أكثر، وأيضا بتطرق لبعض النقاط الأخرى في هذا المجال، لكن بعد ما أتوقف مع فاصل قصير مستمعينا، فاصل وسوف نواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم والشيق والذي يحوي الكثير من المحاور التي يجب علينا أن ننتبه لها. فاصل، لا تروحون بعيد، ما نرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا بكم مجددا المستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذا الجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. حقيقة الموضوع موضوع شيق ومهم، كنا قد يعني بدأنا فيه قبل الفاصل مع الدكتور محمد فائق استشاري الأمراض النفسية في مستشفى راشد. دكتور، تحدثنا عن الكثير من المحاور في هذا المجال، لكن أنا راح أستكمل هذا الحوار معك يعني هنالك كثير من العبارات التي قرأناها، كثير من الأمور التي سمعناها في وسائل الإعلام، من خلال المسلسلات، من خلال الكتب التي نقرأها، الروايات، يقولون ليس هنالك إنسان ليست لديه مشاكل نفسية. طيب السؤال الآن، متى يجب على الإنسان أو على الشخص أن يلجأ للاستشارة النفسية؟ نعم، ما أدري العبارة الأولى كانت سليمة ولا لا دكتور. هو الحقيقة دائما يعني مش هنقول هذا الكلام، لكن أقول طبعا إن هو كل إنسان معرض في هذه الحياة لأوقات صعبة. صحيح، وهذا جزء من سبحان الله، يعني هذا جزء من دورنا في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى خلقنا ونحن نتعرض لكل هذه الأمور ونستعين عليها بالصبر والصلاة والكثير من الأمور الحمد لله التي علمها لنا ديننا الإسلامي الحنيف. صحيح، ولكن في بعض الأحيان يمرض العقل، العقل نفسه يمرض، أو تستطيع أن تقول تتكالب الأحداث كلها على الإنسان. نعم. ويكون لديه استعداد وراثي أو نفسي لحدوث حالة الاكتئاب الشديدة. نعم. أو القلق الشديد. فعندما يجد الإنسان أنه أصبح غير طبيعي، بمعنى أخرى كل إنسان أدرى بنفسه، أدرى بحدوده، أدرى بطبيعته، فعندما يصبح شخصيته مختلفة، يحس بحاله أنه أصبح مختلفا، لم يعد سعيدا كما كان، أو أصبح كثير القلق، هنا لابد أن يلجأ الإنسان إلى الاستشارة النفسية، لأن المرض موجود والحلول موجودة، المرض موجود والعلاج موجود. والحمد لله نحن في هيئة الصحة وفي مستشفى راشد في قسم الطب النفسي توجد العديد من الحلول والعديد من العلاجات، ليست كلها دوائية ولكن أيضا من العلاجات النفسية.
الاستشاري النفسي، الخبير النفسي يستطيع أن يتحدث معك، يستطيع أن يسمع إليك، يستطيع أن يقرر ماذا تحتاج، ما هو الطريق الذي يستطيع أن تسلكه سويا لتحقيق هذه السعادة. فعندما تفكر في الطبيب النفسي أو تفكر في الاستشاري النفسي، فكر فيه كصديق، صديق يأخذ بيدك ويطلعك، هو صديق ذو علم، صديق ذو خبرة، لن يخدعك، سيوجهك، على الأقل سيوجهك الاتجاه الصحيح. ومن هنا تبدأ بقى الأسئلة الكثيرة، وتبدأ المداخلات الكثيرة، ويبدأ المريض عندما يأتي بداية يبدأ بتلك الجملة اللي حضرتك قلتها سابقا، أنا لست مجنونا، أنا لست مريض، أنا أريد بس أريد أن أعرف ماذا يعني ما 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 ماذا حدث. فيطمئنه طبيب بداية، نحن نبدأ بتطمين المريض، أن أنت لا ليس ذلك، ليس جنون ولا شيء، ولكن نمرض، سبحان الله كلنا نمرض. وكما ذكرت سابقا جملتي المفضلة، أن المخ والعقل هو جزء من أجزاء الجسم بالطبع. طيب دكتور، الآن إذا ما بتحدثنا عن برجع لهذا الموضوع، موضوع الوصمة العار، يمكن هنالك في مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات دائما ما يسعى إلى السرية في مثل هذه الاستشارات أو كذا، فما أدري هل قسم الصحة النفسية يراعي مثل هذه الأمور بالنسبة للمجتمع، ولا هنالك توعية للأهل بأن هذا الموضوع ليس عيبا وليس عارا؟ طبعا احنا جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبالتالي فإن السرية هي سرية موجودة وتحترم على كافة المستويات. أيضا العلاقة مع الطبيب النفسي هي علاقة مبنية أصلا على السرية، صحيح. فحتى يبدأ الطبيب النفسي في بداية العلاج ويقول للمريض إن كل ما يحدث بيننا هو سري، نحن لا نفضح سرية المريض أبدا إلا في حدوث إنه هو سيهدد حياته أو حياة الآخرين. في تلك اللحظة لابد أن تحمي المريض وتحمي المجتمع. جميل. طيب دكتور، الأكثر الأمراض شيوعا على المستوى العالمي يا ترى، وأنت يعني أبغي تطرق لموضوع مهم، هل كل هذه الأمراض النفسية لها علاج أم هنالك أمراض ليس لها علاج؟ نعم، في البداية السؤال الأول، ما هي الأمراض الأكثر شيوعا؟ most common things are most common. الاكتئاب طبعا هو أكثر أمراض شيوعا. طيب شو الفرق بين الاكتئاب والقلق دكتور؟ الفرق كبير جدا. الاكتئاب هو حالة من التعاسة، نعم، حالة من الحزن، حالة تجعلك لا تستمتع بالحياة كما كنت تستمتع بها، الشيء التي كانت تسعدك في السابق لن تسعدك الآن، حالة من الخمول، من الكسل، من عدم الرغبة في المشاركة. والقلق؟ أما القلق فهو حالة مستمرة من القلق. مش عايز أبقى كمان فسر الماء بالماء، ولكن هو حالة مستمرة من أن تحس أنك دائما عدم وجود راحة من كل شيء، أو الوسواس، يمكن كأنك تنتظر شيئا ما محسن أو خطير، أو مثلا عندما يرن هاتفك كأن شيئا حتسمع مصيبة، تسمع خبر مبزي، هذه الحالة المضطربة اضطرابية. طب ليه احنا بنخاف منها وبنحاول نعالجها؟ أنا ليش ذكرت هذه مرضين دكتور، هل هما لأنهما الأكثر شيوعا في ما بين الأمراض النفسية؟ هذان الأكثر شيوعا فعلا أكثر شيوعا في المجتمعات عامة وفي المجتمعات الخاصة. طيب تفضل دكتور، أنا كنت أتكلم حتى عن أكثر الأمراض شيوعا والأمراض التي ليس لها علاج. بالنسبة للتي ليس لها علاج، هناك من كل مرض في العالم، حتى سبحان الله، حتى مرض السرطان هناك جزء منه له علاج، جزء كبير جدا وجزء قليل جدا، نقول انه خلاص وصلنا الى مرحلة العلاج. في كل الأمراض النفسية كذلك، ولهذا ما اقول في جزء كبير منها ان احنا التبكير في العلاج هو افضل شيء. وفي جزء منها ثاني انه هو المرض يكون سبحان الله مرض مستعصي ومرض صعب. حتى الأمراض الصعبة الآن، حتى الأمراض المستعصية كالذهان، الفصام والثنائي القطبين، حتى هذه سبحان الله الحمد لله أصبح لها علاج، ولكن بعض الحالات تكون حالات مستعصية.
ده. وايضا اذا تصبح نمط حياه عند الشخص نفسه لازم يتعود عليه ولازم يمشي في علاجات معينه يمكن مدى الحياه. طيب دكتور، الان انا بتطرق لموضوع اخر. يعني دائما مثل ما تذكرت ان المخ هو جزء من اجزاء الجسم، نحن دائما نوصي بالوقايه، فالوقايه افضل من العلاج. طيب في الامراض النفسيه كيف انا ممكن اقي نفسي من أي مرض نفسي؟ نعم، هو على فكرة صارت قافية حلوة. لا والله بالعكس، يعني أنا هقول لك، لأن أنا كنت هذا الموضوع موضوع كبير جدا مشيق جدا، مناخذه على عجالة. مناخذه على عجالة هقول لك. أولا بداية عايز بس أعطيك جزء بسيط عن خلفيتي. أنا درست الطب النفسي في الولايات المتحدة، في كاليفورنيا، في جامعة جنوب كاليفورنيا، وتخصصت في علم الأدوية النفسية. خلاص، فلا يعني فأنا يعني في المجال العضوي أكثر ما أكون عن أي شخص آخر، ولكنني درست هذا الموضوع بقى على الناحية الشخصية. وبعد علمي ده كله في الطب النفسي على الناحية الشخصية، فوجدت أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق معه طريق الرشاد، طريق النفس المطمئنة كما وصفها الله سبحانه وتعالى. اطمئنان النفس، اطمئنان النفس في القرب من الله سبحانه وتعالى. صحيح. اطمئنان النفس، اطمئنان النفس في أن تكون مع الله، تلك الوحدة، تلك ولهذا سبحان الله تجد أن الله خلق جعل لنا أسلوب حياة من يتبعه يعني يقيه الله سبحانه وتعالى من أغلب هذه الأمراض. الصلاة 5 مرات في اليوم، فذكر الله 5 مرات في اليوم في أوقات مختلفة جميلة، الذكر، كل هذه الأشياء سبحان الله رب العالمين من التزم بها فهي هذه هي الصحة، يعني تؤدي إلى الوقاية من الكثير، أنا أقول الكثير من الأمراض إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ممارسة الرياضة من الأشياء التي تؤدي إلى أيضا الراحة النفسية. كل هذه الأشياء هي تستطيع أن يعني توفر جزء كبير جدا من الوقاية، إلا ما كما قلت سبحان الله هناك أشياء إحنا كلنا معرضين لها. نعم. هناك أمراض. نعم. إذن المسألة الكبيرة في عملية الوقاية النفسية تتضمن في مثل ما ذكر الدكتور في القرب من الله، ولكن أيضا هنالك بعض الأمور الخاصة بالتركيبة النفسية للأشخاص، بمعنى هل التفاؤل الإيجابية مثل ما ذكرت في بداية هذا اللقاء أن مجتمع الإمارات هو مجتمع متفائل إيجابي سعيد، فمن يتعرض لبعض الأمراض النفسية أو الشخص اللي ما يكون سعيد في هذا المجتمع إذن هنالك مشكلة عندنا. طبعا، يعني إذا أنت في مجتمع مثل المجتمع اللي احنا الحمد لله رب العالمين فيه موفر في كل ما يعني يتمناه المرء وأكثر، إذا في شيء خطأ. صحيح، هناك شيء ما خاطئ. طيب دكتور، أنا عندي دقيقة بتواصل فيها معاك أعتقد، لأن بنتقل لموضوع آخر، لكن في هذه الدقيقة دكتور أبغي أتطرق لمسألة أن الطب النفسي كيف يساهم في علاج الأمراض الأخرى، بمعنى ما هي الخدمات التي يقدمها قسم الطب النفسي في مستشفى راشد للأمراض الأخرى أو المرضى الذين يتواجدون في المستشفى لعلاج أمراض أخرى، مثل أحيانا ممكن يكون الواحد تصير له إصابة تؤدي إلى بعض المشاكل النفسية، إذا, 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 إذا عالجناها دكتور ممكن تساهم في علاج المرض العضوي. طبعا، يعني القسم بتعاون مع كافة أقسام الأخرى في مستشفى راشد، ومثلا كمرضى القلب، بعض مرضى القلب بعد إصابتهم بنوبات قلبية لابد أن يكون لهم تأهيل، ومن إعادة التأهيل هناك التأهيل النفسي، لأنه يكون في بعض الخوف ويكون بعض القلق ويكون هناك تخوف من المستقبل، يكون هناك تخوف من إصابة أخرى ومن الموت، فكل هذه الأشياء وغيره الكثير. دكتور، أنا يعني قبل أختم بعد أبغي أتكلم عن بعض الأمور اللي قرأتها حقيقة، هنالك يعني ما أدري مدى مصداقية هذه القصص التي تردنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
أن هنالك الكثير من الأشخاص الذين تغلبوا على أمراض كثيرة من ضمنها الأمراض أمراض السرطان، يعني عافانا الله والمستمعين وإياكم، من ناحية نفسية، بمعنى أن هذا المريض ما كان يدري أنه هو في السرطان وهنالك الجسم بدأ يقاوم أو كذا. بعض هذه الشغلات اللي أو القصص اللي نسمعها، مدى مصداقية مدى هذه القصص؟ وهل بالفعل ممكن التغلب على بعض المشاكل العضوية من خلال الصحة النفسية؟ أوكي، أنا هترجم الكلام من الناحية العلمية. فضلتك. أن احنا أثبتت الأبحاث العالمية أن هناك ارتباط كبير جدا بين الاكتئاب وقلة المناعة. نعم. فإذا المريض إذا الشخص اكتئب فمناعته تقل، ده رقم واحد. الرقم الثاني، الأمر الآخر ليست بس قلة المناعة، ولكن حتى التزام المريض بأخذ العلاج وبانتزام المريض بأخذ العلاجات المكتوبة له يقل. نعم. فإذا تخيل شخص مريض ومطلوب منه أنه يأخذ مثلا 6 أو 7 أنواع من الدواء في اليوم ولكنه مكتئب، هل تظن أنه هو يلتزم بهذا النظام أم لا؟ فأشياء كثيرة جدا، هل سيلتزم بالنظام الرياضي؟ هل سيلتزم بأشياء كثيرة جدا؟ لا. فإذا وجد الاكتئاب مع أي مرض آخر فلا بد من علاجه، ولا بد من علاجه بصرامة، لأن من علاج هذا الاكتئاب يؤدي إلى تعافي المريض نفسيا وبالتالي رغبته في الحياة، وبالتالي أن يحارب من أجل تلك النعمة الكبيرة التي أعطاها له الله سبحانه وتعالى في الحياة. دكتور محمد فاخ، استشاري الأمراض النفسية بمستشفى راشد، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، سعيدين جدا بهذه يعني النصائح التي وجهت لنا إياها من خلال هذا اللقاء، وأيضا يعني في أقل من 30 ثانية كلمة أخيرة تبغي تقولها دكتور على أساس نختم اللقاء ونذهب إلى موضوع آخر. أولا نحن نشكركم جميعا، ومن خلالكم ومن خلال إذاعتكم الرشيدة نتوجه إلى الجمهور وإلى إلى متابعينا، ونقول لهم كلمة واحدة: كونوا سعداء، كن سعيدا ترى الوجود سعيدا. شكرا جزيلا دكتور. أيضا نحن مستمعينا منظل في مستشفى راشد، لكن نتوجه إلى قسم آخر اللي هو قسم الجهاز الهضمي بمستشفى راشد، ومعايا عبر الهاتف الدكتورة هدى القريشي، أخصائي أول أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد. حياك الله معنا دكتورة. مرحبتين، حياك الله دكتورة. عادة نحن اليوم عندنا الأمراض أمراض الجهاز الهضمي تناولناها في بداية الحلقة للأطفال، نبغي الآن نذهب إلى الأمراض أو الخدمات التي يقدمها قسم الجهاز الهضمي بمستشفى راشد بشكل عام. يا ترى ما هي الخدمات اللي تقدمونها، وما هي أنواع الحالات المرضية اللي يعالجها القسم؟ الخدمات اللي احنا نقدمها في مستشفى راشد خدمات كثيرة. نعم. منها منظار المعدة والقولون لإزالة اللحميات وتشخيص مشاكل المعدة والقولون، منظار القناة المرارية لإزالة الحصوات في القناة المرارية، أو وضع دعامة في إذا في حالة سرطانات أو أي شيء في القناة المرارية، ومنظار تشخيص وعلاجي بعد. نوفر صورة تلفزيونية بالمنظار لتشخيص أمراض إذا أحد عنده مرض خبيث على أساس المرحلة اللي وصل لها. توسعة في حالة ضيق في المري والإثنى عشر عن طريق وضع دعامات أو عن طريق البالون. القيس مدى حموضية المعدة والمري، ومدى حركة عضلات المري والضغطة. قاسر بالون، عندنا احنا نوفر قاسر بالون اللي هو وضع بالون في المعدة عن طريق المنظار لنقص الوزن. وفي بروسيجر ثاني عن طريق المنظار لنقص الوزن اللي هو اندو بارير، وهو وضع تيوب في الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة لمنع امتصاص الغذاء مما يؤدي الى نقصان الوزن. نوفر بعد كبسول اندوسكوبي اللي هو بلع كبسولة عن طريق الفم، والكبسولة فيها كاميرا، والكاميرا تصور غشاء المعدة والأمعاء والقولون، ونشوف إذا المريض عنده مشاكل في هالأجزاء أو لا. وفحص اللاكتوز اللي عندهم لاكتوز انتوليرنس،
وجرثومة المعدة عن طريق النفس، ونوفر بعد فايبروسكان. فايبروسكان اللي هو فحص لمعرفة مدى تليف الكبد، إذا الكبد متليف أو لا، وهالأشياء اللي احنا نوفرها. طيب يعني هذه الخدمات الكثيرة دكتور اللي أنت تقدمونها، يعني هذه الخدمات اللي تحضرش الآن اللي ذكرتيها، حقيقة يمكن تدل على الحجم الكبير لهذا القسم والأمور اللي يقدمها لمرضى مستشفى راشد بشكل خاص وهيئة الصحة بشكل عام. الآن دكتور إذا ما بتكلم عن عدد المراجعين اللي يوكم في القسم خلال العام الماضي، وشو أبرز الإنجازات اللي حققتوها خلال 2015؟ عدد الحالات احنا عندنا في قسم المناظير، تقريبا قسم المناظير المرضى اللي يراجعونا بس على اساس المنظار 6780 مريض ما شاء الله. وفي العيادات اللي يراجعونا في العيادات، لان احنا عندنا اربع عيادات يعني اربعة ايام في الاسبوع، وفي كل يوم كم من طبيب استشاري يشوف المرضى. عندنا عيادة الجهاز الهضمي للمواطنين والوافدين، وعيادة أمراض الكبد، وعيادة القولون التقرحي والكروني. في العيادات 8653 مريض، وهذا غير عدد المرضى اللي دخلوا المستشفى العام قبل سنة اللي هم 950 مريض اللي دخلوا قسم الجهاز الهضمي والكبد. ممتاز. هذه كلها تدخل ضمن الإنجازات التي حققتموها. الإنجازات كثيرة. أول شيء إحنا سوينا العيادات التخصصية هذه اللي ذكرتها، عيادات تخصصية للكبد، وعيادات ثانية لأمراض القولون والكرونز ديزيز، القولون التقرحي والكرونز ديزيز. إحنا نوفر العلاج الجديد لمرضى الكبد الوبائي سي. وبالنسبة للمرضى اللي عندهم قرحة في المعدة أو نزيف عن طريق القرحة من القرحة، إحنا نوصل يعني بالإندوسكوبي بالمنظار عن الهيمو سبري، النجس يسوي سبري مكان القرحة والنزيف يوقف. علاج السمنة بالمناظير من ضمن الإنجازات اللي إحنا حققناها الفترة الأخيرة. وإحنا عندنا الجهاز إنتروسكوبي اللي ما موجود أي مكان في الإمارات غير هنا في مستشفى راشد. الإنتروسكوبي اللي هو منظار عشان نشوف الأمعاء الدقيقة، يعني مثلا إحنا بالكبسولة إذا شفنا أن مريض عنده نزيف أو عنده التهابات في الأمعاء الدقيقة، فالمنظار العادي ما يدخل إلا بالإنتروسكوب اللي هو منظار خاص للأمعاء الدقيقة نفسها. نعم دكتور، عندي سؤال هني، عندي سؤال يقول كيف يمكن الوقاية من وقاية الجهاز الهضمي من الأمراض؟ كيفية لايف ستايل عن طريق الأكل. في بعض الأمراض، تكون جينية فإحنا ما نقدر نتحكم فيها، بس كيفية بشكل عام كيف نحافظ على الجهاز الهضمي عن طريق الأكلات الصحية، يعني مو بالأكلات اللي فيها الفاست فود والأكلات اللي فيها مواد حافظة كثيرة. أهم شيء الأكلات الصحية نقدر نحافظ على الجهاز الهضمي. والشيء الثاني من ضمن اللايف ستايل الأكلات الصحية، الحالة النفسية للشخص لازم تكون، يعني ما يكون أندر ستريس وايد، يعني ما يكون وايد مضغوط. وإذا انضغط لازم يعني يكون ريلاكس، كيف يعني يكون عنده طريقة إن هاو تو ريلاكس هيمسيلف، يعني عن طريق إذا ما يقدر يساعد نفسه عن طريق دكاترة السيكاتري الأخصائيين النفسيين يبدون يساعدونهم كيف أن يسوون كنترول حق التنشن مالهم. جميل دكتورة، أنا وصلت إلى ختام الحلقة، في 30 ثانية إذا عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينها. أنا أحب أقول أن الجهاز الهضمي والكبد هذه أشياء أساسية جدا في الجسم، فإحنا لازم نحافظ عليه عن طريق اللايف ستايل وعن طريق أن المتابعة الدورية. كل شخص لازم يتأكد أنه ما عنده أي مرض عن طريق السكرين، يسوي بعض الفحوصات إذا كان بالنسبة للفيروسات ولا أي شيء له علاقة بالكبد والجهاز الهضمي، فحوصات السكرين منه يتأكد، وإذا عنده أي عرض ولا التهابات ولا إسهال ولا أي مشكلة وهو شيء مزمن لازم يتابع الطبيب في أسرع وقت من غير ما يأخر المرض، لأن كل ما أخر المرض
كل ما علاج المرض يكون أصعب وممكن تؤدي لمضاعفات أكثر. دكتورة هدى القريشي أخصائي أول أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك وقتك، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما في هذا القسم المميز. شكرا لك. إذن مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. حلقتنا كانت مميزة، فيها الكثير من المواضيع التي حقيقة يعني تسلط الضوء على أمور خاصة في حياتنا يجب أن ننتبه لها، من ضمنها الصحة النفسية. هذه الصحة النفسية التي تساعد بشكل أو بآخر على الوقاية من الكثير من الأمراض. عيسى سبيلي أشر لي أن الوقت خلص، ففي الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، والشكر موصول لمخرجنا العزيز سيد عيسى سبيل. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد مع حلقة مميزة مع ملف طبي ساخن سوف نفتحه غدا إن شاء الله. فابقوا على السمع ونشوفكم على خير إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.